ليش فايقة بكير؟ ليش أنا نمت أساساً لحتى فيه؟ لا تقولي يا مش هتحكي بنومي؟ لا بس أنا اليوم بيطلع عندي نتائج آخر 3 مواد، كتير خايفة. إيش هالحظ اللي إليك؟ نتائج 3 مواد وبيوم واحد؟ إيه والله كتير. ميدو عندي حدس أني رح أرسب. حدس؟ خلصوا لو سموحة. كم مرة بدي إليك حاجة تتأثري بأفكار رانيا؟ والله مو متأسرة بس خايفة روح شوف العلامات. برأيك بلا ما روح ما؟ إيه وشو قالت لك رانيا؟ قالت لي الحقي حدسك وهو بدلك. وأنا بقول لك تركي حدسك والحقي هنادي قبل ما تروح خلي زتك بالجامعة طريقة. إذا نجحت إلك علي حفلة مطنطنة تحكي فيها كل الشام وكل حلب. إيه جود لك لكان خبريني بس يطلعوا نتائجها. معقولة هي تنجح وتتركنا وتسافر على حلب؟ مو بس رسبتي فيهم وبنفس العلامة كمان. لا رانيا انت جاي توزيني ولا جاي تضايقيني؟ ما شايفتيني متضايقة حبيبتي؟ ما هيك قصدي، انا قصدي اني حفزك وذكرك واعطيك دافع. يا الله كثير محبطة ومتضايقة يا رانيا رح اموت. طب اشربي من هيدي المي للاقي لك حال. مش عمليش ومشي. ايش شايفتيني عم ضايفك؟ حل مشكلتك هون بهيدي الكباية. ليش هذا مو مي؟ ايه هيدي مي بس مش حي الا مي، هي مي زرقاء. يا مي زرقاء تبع العيون؟ معقولة انت جنيتي؟ هيدي مي طبيعية بس الى اسبوع محطوطة بهيدي الكباية الزرقاء. ايه شو بتفرق عن المي العادية؟ هيدي المي اكتسبت صفات اللون الازرق اللي هو لون الكباية اللي رح يعطيكي راحة وهدوء ويخليكي ريلاكس كل الوقت. راني انا ما بدي اهدى، انا بدي رفع المادتين وانجح. خلص عندي، اعتبر المادتين صاروا بالجيبة. أول شي لازم تكوني واثقة إني رح أقدر ساعدك. واثقة. وتاني شي والأهم إنك تنفذي كل شي بقلك عليه بدون تردد أو تذمر. بنفذ. معناها راحت عليكي يا دنايا. طيب، وين كنترول التلفزيون؟ هلا بلا مسلسلك الثقيل. أعطيني سر النجاح. رح أعطيكي سر النجاح، بس هي آخر مرة بتقول عن المسلسل الثقيل. حاضر. وين كنترول التلفزيون؟ اهو قدامك على الترابيزه، مش شايفاه؟ يي شايفته نانسي خانم. انا كنت عم حاول حرض لها درجه الانتباه والتركيز يلي عندها. اوه ايه ما كنت بعرف انه هيك قصدك. خلينا نعيد من الاول. ايه طيب ماشي. شو تغدينا امبارح؟ ملوخيه. ايه ليش تركت انا وطارق؟ ليه؟ عشان امه دعياله. لا لانه بيحط على شعراته جل كتير. طب ليش سارة رسبت في البكالوريا؟ لأنه خطيبتي ما بخليها تدرس. ومين الكسر المنبه بتاع رانيا؟ أنا. شو؟ وحياة الله مو قصدي. شو مو قصدك؟ أنت مو بس كسرتي المنبه تبعي، أنت حطمتي لي الساعة البيولوجية كلها تبعي. رنوشة وحياة الله نزلت على السوق لحتى أدور لك على واحد ما لقيت مثله. بتعرفي؟ أنا مصدومة فيكي. يا بنت يا سميحة
قومي كده اجري وراها وصلحيها، عيب ما ينفعش. رانيا استني بس، خدي معاك المج ده وقولي لها انه بيعمل. انا مش عارفه يا اختي هو بيعمل ايه، بس هما يعني بيقولوا انه بيعمل حاجات والله اعلم. يلا رانيا خفي يا بت. رانيا قلبي على رانيا انفطر، وقلبي سميحة عليها شكر بكر، قصدي حجر. متضايقة ما هيك؟ ايه متضايقة، ضميرك عم يأنبك صح؟ اه شو عم بيأنبني ضميري؟ واكيد حاسة بعقدة الذنب. ايه مو انا كسرت ساعة البيت بين؟ بتعرفي انا ما في اشوف حدا متضايق ويكون في يساعده ما ساعده. ايه منيح اللي لحقتيني لانه كنت رح انتحر. ايه لهيك انا قررت كون احسن منك وسامحك. كبيرة طول عمرك كبيرة، بس بشرط. شو هو؟ بدي اياكي تطلعي معي بمنصرة الشموع. ماني فاضية. كرمالي سموحة. طب كرمال دب الباندا. رانيا انا متضايقة ومكتئبة وماني عارفانة كيف بدي خبر امي اني راسبة، والله ما تدري اني راسبة هدول المادتين. لك لحقي دب الباندا تبعك. يعني انا حبيت ساعدك، حبيت طالع سميحة الحقيقية يلي جواتك، سميحة القوية يلي فيها تواجه كل الناس بما فيهم خالته فريدة. يعني نحن اذا رحنا رح ننقذ دب الباندا من الانقراض؟ مو بس بننقذ دب الباندا من الانقراض وبنرجع الديناصورات كمان. هاها انا مالي طالبة منك شي، انا بس بدي شغلة واحدة، بس تلاقي لي حل اني اخبر امي اني رسبت بالمادتين. الحلوة بالفرند شاوري وبصيلي، القلب في الزمند بسرعة بيتميلي. الحلو في الفرندا شاوري لي شاوري لي وبصيلي. ايه يا ست ريم مالك كده يا اختي قاعدة ومش شايفاني؟ ايه انفيزبل بالنسبة لك؟ طب والنبي اللي عاملك حاجة تانية يمكن تشوفيني. Come baby come baby baby come 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 baby come baby baby come come. You gotta give me love and you gotta give me some. You gotta give me love and you gotta give me some. حتى دي برضو؟ لا يخرب بيتك النبي يا اختي، ما انا عارفة اللي انت بتعمليه ده حيفيدك في ايه. الو ايوه يا مهند، انا الحمد لله كويسة لسه واصلة دلوقتي حالا. لا ان شاء الله مش هتأخر. عايز تطبخ لي استيك؟ لا الاستيك ما بحبوش خالص. ايوه اعمل لي كده بقى ايه، طبق فتوش كبير من ايديك الحلوه. ماشي يا مهند بحبك. بصي بقى يا ست ريري، اديني بقول لك من الاول اهو، انا النهارده هعزل البيت كله، همسح اللصقف والحيطان وهشطف الارضيه. ها ها ها، يعني بقى لو عايزه تقومي قومي من دلوقتي ولا تفضلي قاعده زي ما انت. يا بنت بربش هذا ما عم يشتغل. والله رح يشتغل. ليش معطل؟ ما هي مالك انه معطل. لا ما انه معطل، بس لانه طاقه الانفعال والتوتر يلي عندك اكبر من طاقه الكمبيوتر. لتي مو بيكون ناطرني على الماسنجر وبفكرني انه انا مزعلته ما بدي حاكي. حاولي تسيطري عليه. لتيمو ليش عندك كتاب كيف اسيطر على تيمو في 3 ايام؟ لا عندي كتاب كيف تسيطر على حالك ب 13 يوم. رانيا بس تجي نانسي اعطيها هاي الورق مشان تشتري الاغراض. انت بقيانه بالبيت ما هي قبل الظهر ماني طالع، بس بعد الظهر عندي مسيره شموع مشان دب الباندا اللي راح ينقرض. واذا انشعل الشموع ببطل ينقرض؟ لا مش هيك القصه، بس على القليله بحس انه في حدا متعاطف معه وعم يحس فيه. ما يا اللي سام حاول فوت على الانترنت وما عم يشتغل، شو العزيمه الشرشوحه؟ وانت مين عزمك؟ يعني ما تاخذينا نسينا ندفع الفاتوره. وليش نسيت تدفعي فاتورة؟ لا انا شو اعمل بحالي؟ شو اقول له لتيمو اللي ناطرني له ساعة على الماسنجر؟ سارة خلصنا بقى، ايه شو ما حدا انخطب غيرك؟ مو معقول حالة الستريس اللي بتعملي لي اياها قبل التصوير. حقك على راسي اوبرا خانو، ما تواخذيني اني عملت لك حالة الستريس، هلا رح ريحك من وشي وطالع على بيتنا.